اعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اهلا بكم مع حلقه جديده من ساعه التربيه اللي بنتوقف فيها على كيفيه انماء المخ البشري في اجزائه النفسيه في الحلقات الماضيه كنا بناكد ان السلوك او الاسلوب او الطريقه او التعاملات بتاعت الاباء او الامهات او المربين او الموجهين او المدرسين او اي حد مسؤول عن طفل صغير او بني ادم او شاب كله بيصب في الوصلات العصبيه داخل المخ البشري وعلى حسب عمليه التوجيه بتتكون المراكز او تنطفئ او تستنير او تتطور او تتراجع وعلى ذلك فقس معنى كده ان احنا بنتعامل مع المخ البشري اللي هو اغلى اجزاء الجسم قاطبه لانه لا يمكن استبداله بمخ اخر لكن القلب يمكن الرئه يمكن الكبد يمكن الكلى ممكن الامعاء ممكن حتى وان بتر اجزاء من اجزاء الجسم ففي ادوات تعويضيه ولكن لو فسد الدماغ او ما نمتش او ما استقرتش او ما تربتش او ما توجهتش او ما اتطورتش ده بيسبب نوع من انواع الخمول داخل المراكز النفسيه العصبيه وبالتالي اي شيء يصنعه الانسان من سلوك ومن غريزه نبعه من المخ البشري وبالتالي الغريزه الطبيعيه للابوه نبعه من المخ البشري ازاي يتالف ازاي يتوجه ازاي يتربى الاب وبالتالي هو بيدي خلاصته اللي خزنها داخل المخ البشري. ونفس الحكايه بالنسبه للاولاد ونفس الحكايه بالنسبه للابناء. وبالتالي مساله التربيه ما اصبحتش مجرد خد بالك ما تعملش كده ونقعد نتناقش وناخد وندي. المساله اصبحت حياه داخل المخ البشري ازاي يعرف يفكر في المستقبل؟ ايه الاولويات بتاعته؟ مادية ولا معنوية؟ ايه اللي بينمى في المخ البشري؟ هل هو الـ 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 الافكار وزي نظمها عشان اقدر اتحرك ولا المشاعر هي اللي هتحكمني وهي اللي هتسيرني وهي اللي هتتحكم في افكاري فممكن اخد قرارات عاطفية ممكن لا تصلح في الوقت اللي محتاجين فيه التفكير وهكذا. معنى كده المسألة ما بقتش ببساطة اسكت حط في اسمه ده لسانك في بؤك ما تعملش كده بابا جاي خد بالك اعمل اضرب ابستف اهزق اعمل كل ده بيشكل ده المخ البشري اللي بيطلع بعد كده في ابداعات ابداعات في التفكير ابداعات في الاحاسيس ابداعات في المشاعر ابداعات في الابوه ابداعات في الامومه ابداعات في العلاقات وغيرها المره اللي فاتت كنا بنتكلم على العلاقات الاسريه ووقفت قدامها وقفه طويله كده ودينا امثله كتيره الموضوع هنستكمله النهارده في اسس العلاقات الأسرية. على ما تقوم العلاقات الأسرية. صدمني في ده موقف إنساني لحد إمبارح كان موجود بيتحدث عن أم بتتحدث على علاقتها بابنها. ووجدت إن إن في هي بتتكلم وبتلوم نفسها. بتلوم نفسها لانها كانت من الامهات اللي هي كانت مخليه الولد ملتصقه بيه التصاق كبير مخلياه هي اللي تدي القرارات مخلياه تابع ليها مخلياه يفكر بالطريقه الفلانيه يسعى الى ارضائها حاجات كتير وكانت فاكره ان دي الطريقه المثلى والاصح في تربيه الاولاد وحصل ان الولد خرج للحياه خرج من طحه راح لاصدقائه واصحابه فتعلم انه ممكن يعترض ممكن يرفض ممكن يرجع مش ماشي على القواعد والقوانين زادت طلباته عن معدلات احتماليه الام وقدرات الام والام بتعوض عملية البعد بتاعت الولد بالماديات عسى ان تسترضي وكان الهدف الرئيسي بتاع اي ام او اي اب ان يسترضي ابنه. انه يوفر الاحتياجات لابنه انه يعمل لابنه كل الشيء اللي مطلوب منه ان هو ما يخليهوش محتاج انه ما يخليهوش يبص بره ان ما يبقاش محروم إن طالما أقدر أستلف من, من خاله وأستلف من عمه وأستلف من كذا أستلف من كذا ممكن أزنق نفسي في سبيل إن أنا أجيب لابني كل هذه المعطيات ده كانت الأم لكن الصدمة جت منين؟ الصدمة جت أما أصيبت بكورونا في الفترة الماضية منذ من شهور فطبعا اللي بيصاب بكورونا عاوز عزل فهي عزلت نفسها في البيت داخل غرفه لا تستطيع انها تتحرك منها عشان تاكل وتشرب وتجيب الادويه ويطلب لها الادويه وتقدر تخش الحمام بسلام وتقدر تقضي حاجتها وتقدر 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 وتقدر, وتقدر, وتقدر. فاكتشفت ان اللي كانت بتساعدها اول ثلاثة ايام هي الجاره فكانت بتيجي بتحط لها الاكل قدام الباب وتحط لها كذا وتحط لها كذا وتحط لها كذا والابن غائب عن كل المشهد نهائيا تواصلها كان بالتليفون من داخل غرفتها بابنها فابنها في اليوم الرابع للاصابه واعلان الاصابه بيقول لها عاوزين نفكر ازاي نغير الكاوتشات بتاعت العربيات ومعرفش العربيه يعني بتاعته اصل كده هي اتهرت واتعملت وكده يعني بس موقف كده خلص ايه الموضوع؟ يعني هو فين المشكله؟ يعني هي ماما المشكله ولا الكاوتشات ولا الـ الابن آآ لا يعني لازم نفكر يعني النهار يصبح نهار ابيض انا اسف يعني نهارنا نهار ابيض نهارنا زي الفل ده انا عندي ازمه ومريضه ومحتاجه مساعده ده مش بس مش بيساعد ده بيطلب اني وهي داخل محجرها تبقى بتفكر ازاي هتقدر تغير الحاجه اللي مطلوبه او تجيب الحاجه اللي مطلوبه او توفر الحاجه اللي مطلوبه. دي اسس العلاقات الاسريه هكذا تبنى العلاقات. فبالقطع في حاجه غلط يعني بنشوف أولاد تلقائيا من غير ما الأب أو الأم يعلمهم بيصحوا الصبح يبوسوا إيدين بابا أو إيدين ماما وغالبا بيبوسوا إيدين الأمهات لأن الأمهات طبعا طيبات كده وحنينين كده وبتاع والأب تلاقيه في الشغل فما بيلحقوش يعني بس عادة اللي بتباس أكتر بتبقى الأم من إيديها وراسها وبتاع وليه؟ لأن بابا برضو بيسيب لها كتير من الحاجات عشان تديها للاولاد فبيبقوا مبسوطين وفرحانين بيكون الاب هو اللي اداها بس ماما بتاخد كل الايه الشكر. يعني بنشوف اولاد بيقبلوا ايد والدتهم او والدهم. أه بنشوف اولاد لو جبنا لهم حاجه ولو بسيطه بيبقوا سعداء منبهرين بيها أه بيلففوها على أه أه الناس أه بابا جاب امي جابتلي. أه بنلاقي ناس أه أه افتكر كده يعني ايه في القصر العيني كنا اما كنا نواب ومنتظمين كتير أوي في المروح كنا بنشوف المرافق هو الابن او المرافقه هي البنت على حسب نوع الاب او الام ذكر او انثى او غيره يعني. قائمين بالاحوال بيلفوا ويدوروا ويدخلوا حمامات ويخرجوا ويعملوا حقنه شرجيه لامهم اللي مش قادره تتحرك وبكل استمتاع بيبقوا مبسوطين فيهم الام تقول تعبتكم فهي فهم يقولوا يا ماما مش بعد تعبك ومش بعد مجهودك ومش بعد كذا ومش بعد كذا ومش بعد كذا ومش بعد كذا ليه العلاقه دي طلعت كده والعلاقه دي طلعت كده لازم افكر افكر كويس أوي ليه لان احنا محتاجين ترابط اسري دايما بنقول ان احنا في حاله من التفكك الاسري مش الانفصال ولا طلاق ولا مشاكل ولا الكلام ده احنا في حاله من التفكك الاسري التفكك الاسري ده هو اللي بيخلي اولادنا في كتير من الاحيان كل واحد في جزيره مع نفسه مش حاسين بالتغيرات اللي بتحصل للولد ده او الولد ده او البنت دي او ده او ده ممكن نجتمع على الاكل وخلاص القضية مش قضية التليفون برضه ولا قضية الشاشات هي اللي عملت فينا ده، احنا اللي كان عندنا استعداد ان احنا ننفصل عن جانب كبير من ال... من البيت ويبقى كل واحد مكبر دماغه بالعكس بقى سعيد جدا لانه بدا يجد وقته بيستوعب بفيديوهات وحاجات وجيمز وكلام بقى ألذ كتير جدا من اني اقعد مع ماما. ماما مثل اخر كبير بنوته صغيره جايه تشتكي بتشتكي انها غلطانه وانها مقصره وانها اخطات في حق والدتها بعلو صوتها او بنرفزتها او بانها لدرجه ان في بنوته ممكن تقول لمامتها انا ما بحبكيش خلاص وفي الغالب اللي بتقولك انا ما بحبكيش دي بتغيظ الام مش مش حقيقه خلاص هي بتكيد الام مش حقيقه لان اللي بيقولك انا بكرهك ده معناه ان هو يحمل لك مشاعر تالم منها كثيرا وبالتالي هو كان بيحب وما زال بيحب البنوته معترفه ان صوتها وطريقتها ما كانتش مناسبين ولكن العتاب يقع على مين؟ هل هل كانت طبيعه التربيه توصلنا للمستوى ده من العلاقات ما بين الابناء والامهات وهل ده مثل يحتذى به؟ او بمعنى اصح هل العلاقات الانسانيه آآ بتوصل في عندنا للدرجه دي هل بنتك ممكن تقف قدامك وتقولك لا انا هعمل كذا عشان هو ده الاصح ونعمل كذا علامه تبنى الاسس في العلاقات وقبل العلاقات الخلاف اما بيبقى في خلاف اما بيبقى في خلاف بتبقى كل كل القواعد مكسوره كل القواعد الاخلاقيه مكسوره يعني ايه مكسوره البنوته دي ما بتتنرفزش وما بتتعصبش وما بيعلاش صوتها الا اذا ماما جابت الماضي التليد الماضي التليد اه انت من يومك كذا وكذا وكذا وعملت كذا ويوم كذا و... وطلعت عينينا وخدت فلوس الدرس وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا, وعملت كذا. ايه الرساله اللي ماما عاوزه توصلها للبنوته اللي غلطانه آه ممكن تكون البنوته آه بدات النقاش هادئ لكن الام كده سخنت البنت سخنت البنت بان انا مش نسيالك كل المصايب اللي أنت عملتيها طيب مصيبه بمصيبه خلاص طالما شايفاني مندله من مطينه من مزفته من خلاص هبقى مزفته فممكن يعلى الصوت وممكن يستفز وممكن كذا. هل تؤيد ده يا دكتور؟ لا ما اؤيدوش. هل واقف جنب البنت؟ مش قصدي البنت، انا قصدي الاسلوب في اسس العلاقات حتى في مراحل الاختلاف. مرحله الاختلاف للاسف كل واحد بيستعرض فيها كيفيه استفزاز الاخر وتصبح الام او الاب العاقلين المتزنين اصغر من العيال الصغيرين. في وقت من الاوقات مين ده انت كبير كبرت على مين ده انت لسه قلع البامبرز قبل امبارح ده احنا كنا بننضف لك اللي ما اعرفش ايه وايه وايه ونعمل ايه كذا ده انت كنت عرفنا في ما اعرفش فيه على تقوم الاس البنت عندها جزء من الحقيقه ان في خطا ما تقع فيه الام اللي هي بتجيب لك اللي فات كله فده غل ده مش من الأم بس الأم عاوزة توضح إنها تعبت في إنها تربي يعني عاوزة تقول لها أنا تعبت في التربية ومر بينا مراحل كتيرة جدا استحملتك 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 استحملتك, استحملتك. خلاص بس ده مش الموضع اللي نقول فيه سلبيات اللي قدامي ده مش الموضع اللي أكسب بيه موقف وتخيل لو الأم بتتكلم بنتها في حوار شخصي جدا زي ده قدام اخواتها اللي ممكن يكونوا اصغر منها او اكبر منها. قدام حتى الشغاله اللي ممكن بتشتغل، قدام حتى الزوج الاب اللي موجود داخل نطاق المنزل وبتفضح البنت علانية كده امام الناس. علامه تبنى العلاقات والاسس. طيب هل انا كأم شايفة إن أنا لما بعمل كده أه بديها في جنبها في جنبها في, في كده وأنت عملت وأنت سويت كده بتشعرها بإيه بالذنب ها؟ بتشعرها إيه بالذنب 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 مخطئة, مخطئة 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 برافو عليك يا ماما أشعرتيها بالذنب لدرجة إنها ما بقتش تحس بالذنب فبتقول أنا كرهك هل ده صح؟ لأ. هل ده غلط؟ واقع الامر بيقول في العلاقات ان احنا لازم نبقى دبلوماسيين في التعامل مع اولادنا يبقى في قدر من الدبلوماسيه يعني يبقى في نقطه رجوع في الحوار في في نقطه اضرب ولائي مش كله ضرب 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 فما ينفعش وبالتالي العلاقه بتاعت البنت وصلت لهذا المنحنى من المنحنيات اللي موجوده البنت معترفه انها اخطات كثيرا وما زالت تخطئ ولكن الاسلوب والطريقه في تصليح الخطا في حد ذاته جريمه ان علاقتي بابني بترتبط بشعور بالذنب ان انا اكبر داخل صوره ابني شعور بالذنب في امهات كده كتير مش هي دي الام الوحيده اللي بتعمل كده فهماني يعني يعني الـ 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 الامهات في بعضهم بيبقى ما تعرفش ايه اللي حصل لها في اللحظه اللي يتكسر فيها حاجه او الولد يعمل مشكله بتجيب السجل الطويل من الاخطاء السابقه وكانها لم تغفر مع طول المده كانها لم تنسى مع طول المده ياه انت قلبك للدرجه دي تجاهي يعني انت شايفاني بالسواد ده انت شايفاني ان انا مش نافعه بالطريقه دي طب انا همشي مش هقعد فانا مش عاوزه اتعامل فانا مش عاوزه كذا الحاجه التانيه علامه تبنى العلاقات لو افترضت ان انا وقعت في خطا انا ولد اهو وقعت في خطا خدت الالم مره من بابا خدت فلوس من بابا، خدت النضاره من بابا، خدت الساعه لبستها شويه ورجعتها وبابا اكتشف كل ده. هل معنى افتقاد شيء بعد كده في المستقبل ولو بعد سنه انا اللي مخطئ كابن؟ اوجه الاتهام تتوجه لي من غير دليل مادي واضح لسلوكي ده؟ لا لازم يبقى في دليل, في دليل واضح آه لهذا في دليل قدام عينيا في دليل قدامي ان انا خدت الالم فبسال انت خدت الالم ليه ده انا مبدئيا وايه اللي خلاك تاخده وتصرفت فيه ليه وعملت بيه ايه اما يكون معايا الدليل ان انا خدت الحاجه دي في اباء وامهات ساعات اما ابنهم بياخدوا قلم زي ده فبيقولوا له بعد ما يعرفوا النتيجة انت بتحب الاقلام اللي, اللي زي دي نجيب لك كاتر بوفرة ولا اقول لك عاوز الساعة بتاع بابا خلاص ماشي استأذنه وخدها طالما انت معجب باشياء معينة ممكن نقضيها لك لكن العلاقة اللي ما بين البنت دي والام دي خلاص او لو الاب مكانها هي علاقة غير سوية كده البنت هتداري وتبتدي تداري وما تقولش وما تقولش مش عشان هي مش عاوزه تقول لانك انت قطعت عليها خط الرجع بالرغم من ان الام دائما والاب من المفترض عليهم انهم يبقوا بابهم مفتوح على طول مطحونين كلنا مطحونين كلنا وبنتعب كلنا على اختلاف مستوياتنا الأم طلعان عينيها فوق راسي لكن أما ابني ابني يخطئ أول واحد يخطر على باله بابا أو ماما أحكي له أقول له يطمني على نفسي يعرفني إن أنا ما طردتش من رحمتهم بإنه بيغلط وجاي عشان أساعده هو جاي عشان يساعده طب أقول لكم حاجة في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى هو باب التوبة دايما مفتوح ليه؟ يعني سؤال أي خطأ من الأخطاء بيقع فيها الإنسان بيرجع لربنا باب التوبة دايما مفتوح مش مغلق طب فين المحكمه اللي هتتعمل مفيش محكمه حتى الكبائر تكفرها التوبه فاهمين القصد يعني يعني ربنا قابلنا وقابل محاولاتنا وقابلنا بعبلنا وكلمة عبل يعني سواء كنا منسقين مرتبين هو سيبنا الباب مفتوح باب الرحمه مفتوح على طول لانه باب التوبه ما بيتقفلش ما بقفش قدامه اتحاكم بستغفر وامنع نفسي وخلصنا مش عاوز مني اكتر من كده انك ترجع وتقف اولادنا محتاجيننا كده انهم يخطئوا ويرجعوا لنا ونقبلهم على عيوبهم ونحاول ان احنا نوجه مهمه الاب والام مش قضاه انا مش فاهم مين دخل في تفكير اي اب واي ام ان احنا قضاه ده زفت وده مندل بستين طين وده الجميلة الأمورة ودي المبدعة الصغيرة ودي كذا لسنا قضاة القاضي هو الله لكن إحنا ناس بتساعد ربنا حطنا في الدنيا وكبر سننا حبتين ووضح لنا بعض الأمور عشان نساعد مش عشان نحكم احسب ان كل اولادنا بيعرفوا الغلط من الصح فمش محتاجين منا ان يصدر حكم ببشاعه ما صنعت. طب ساعدني بقى عشان ما اعملش تاني. اخونا الفاضل كان بيسالني لقيت ابني الصغير داخل على موقع من المواقع وهو في مرحله عمريه موضوع البلوغ. أه 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 تصور انا أه 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 تق.. خلونا نتصور خلينا خلينا, خلينا كده نتخيل ونتصور ان احنا وجدنا اولادنا او بناتنا دخلوا على موقع من المواقع أه اللي مش سليمه اللي مش كويسه اللي بتعرض صور خارجه اللي اللي اللي, 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 اللي ايا ما كانت في الظل الطبيعي دلوقتي التكنولوجي خلاص من من 30 سنه أقصى مكان مسموح به هي المجلات التي كانت موجودة خلاص فبت فيها صور بنوتة أو, أو ما إلى ذلك لابسة مش حاجة مش كويسة لكن دلوقتي كله موجود وبملايين المواقع خلاص وممكن من غير ترتيب وممكن ما تنقرش العنوان ويطلع لك إعلان في وسط أي حاجة جيم أو غيره أو غيره أو غيره لقيتي بنتك أو ابنك وتتبعتي لقيته بيكرر مرة واتنين وثلاثة وأربعة هو الولد ده مش هيرجع للبتاع طبعاً أنت هتتدخل ما, ما تسخني بقى ليه بقى لأن كده أوفر بقى أنا سبتك مرة واتنين وثلاثة وأربعة لأ أنتِ ما سبتهوش مرة واتنين وثلاثة وأربعة أنتِ ما علمتهوش أصلاً وما فهمتهوش هو بيخش ليه بيستطلع حد قاله عليه خدوا فكره الاستطلاع للامور الخفيه اللي موجوده وده لا يخضع لبيئه ولا تربيه ولا دين ولا الكلام ده في السن الصغير لا يخضع لذلك اما يبقى حد متزن واصل لدرجه من الاتزان نقدر نحاسبه لكن اولادنا الصغيرين اللي عندهم 12 و11 و13 و8 و9 ومعرفش ايه وبتاع، فهو الراجل بيسالني بيقول لي حد في فتره البلوغ فبقول له لا دول من كيجي بيخشوا مش عشان احنا مجتمع سيء لان ده حاجه اتفتحت كده على البحري وما فيش اي رقيب ولا حسيب ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا وبالتالي بتفرج حاجه غريبه قوي اللي بتحصل الحاجات دي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده المفروض بقى ماما تعمل ايه ماما هتذكره بربنا سبحانه وتعالى وهتذكره ان ارتكب حرمة وهتذكره ان هو نظر لما لم يكن حلا له ان ينظر اليه وبالتالي عينك زنت وبعد كده ايدك وبعد كده تفكيرك وبعد كده كذا وبعد كذا كذا وبعد كذا كذا هل المشكلة في انك انتي تخليه ما يخشش هذا الامر بتبنى علاقتك مع ابنك بكده وبس ده اسر ديل ده ده اللي بنضحك بيه على بعض كابهات وامهات فاكرين ان كده عملنا اللي علينا وزياده زي الاب اللي ابنه ممكن بيمد ايده على ست سنين او سبع سنين على اي حاجه ويروح جايب البتاعه يقول له هتقطع ايدك وبدل ما تقطع ايدك يروح جايب له المعلقة متسخنة عشان يفتكر دايما ان الحرق ده الحرق ده كان نتيجة لانه خد حاجة مش بتاعته. دي مش علاقات. لا بنيت حاجة جوه الجهاز العصبي ولا قدرت انمي فضيلة ولا زقيت ابني على الفضيلة ولا زقيت ابني انه ما يفتحش تاني ولا ولا علمته حاجة غير انه يستنصح ويبتدي يبحث كيفيه الولوج الدخول من غير بابا او ماما ما تحس البرنامج اللي حاطينه في برنامج تاني انا احمنه ممكن اخش منه وهكذا هي المساله مش بتبنى علاقه هنا بقى عشان كده عشان نبنى علاقه سليمه يبقى لازم نتناقش مناقشه موضوعيه خلاص ونفتح المجال للمعرفه اللي هو عاوز يعرفها خلاص عشان بدل ما اصدقائه يعرفوه في سن المراهقه حاجات كتيره ممكن تكون متابعة صحيا ونفسيا وتصل لامراض نفسيه في كثير من الاحيان لا انا افهمه الطفل اللي عنده استعداد معلومي مش هيضحك عليه اي صديقه مش هياثر عليه صديقه بمعرفه شيء وعرضك للامور الخاصه بالبلوغ بطريقه علميه تقنيه آه، تصويريه واحد اتنين تلاته اربعه مش هتنمي غريزه عند الطفل لكن الطرق اللي بتتبع من بين الاصدقاء بتنمي غريزه فبيبقى الولد محصن محصن بالمعرفه ويعرف امتى هيحصل ده وامتى وليه وعشان ايه وزي ما قال اخونا ممكن نخش من مبدا الطهاره ده اساسي ان من سن تسع سنين نتكلم مع الاولاد في ان في طهاره وفي ان في اسمه ده حدث اكبر وحدث اصغر وما ايه وازاي ونعمل ايه ونسوي ايه من البدايه فبيبقى بالنسبه له الموضوع فيه بعد ليه بعد خلاص لسه عاوز يفهم بقى الهدف من الغريزة دي ايه لازم افهمها له بمعنى واضح علمي واحد اتنين تلاتة اربعة وربنا حطها بالشكل ده في المنظومة دي لانك انت الشباب اكثر الناس قدرة على العند مع نفسهم عشان يبنوا نفسهم أكثر عرضة للشيطان من أي مرحلة من المراحل فخلى المرحلة دي مرحلة شباب في فتوة وفي كذا وفي كذا وفي كذا الاحظ بقى ابني قاعد في البيت كتير خلاص اشغله، اشغله بايه؟ رياضه ماشي، مشاوير ماشي، يخدم الناس ماشي، يروح المسجد يكنسه ماشي، يروح اسمه ده لمكان يشتغل فيه ماشي، يروح يزور الأهل ويلف كده دا كعب داير ماشي، ارهقه في, في يومه ماشي، كلها حاجات موجوده ومطلوبه عشان أقلل ده. وبالتالي المعرفة وحدها لا تكفي لهذا السن انشغال الطفل. لكن حاوقين بقى محكمة التفتيش العليا بإن هنقتص منك لأنك أنت كذا والتليفون ده بقى مقفول لمدة سنة وجاية و... و... ولا أقول له وتلاقي تفكير الآباء والأمهات طيبين أوي يقولك إيه أنا هجيب له بقى التليفون أبو زراير ده عشان إيه ما يخشش على النت. أه أه حماية انت ما ربيتش حاجة في الولد انت منعت الشيء انت انت ما انت بس منعت ال الاداه اللي بيستخدمها في سبيل الوصول ومش عارف ان هو في المدرسه هيبقى معاه اصدقاء معاهم التليفون اللي على الواي فاي اللي هو موجود على طول التبات يا سيدي بتاع التربيه والتعليم بقت موجوده والواي فاي بيخشوا فيها وساعات بيهكروا يهكروها ويخشوا علامه تبني اسس العلاقات هو ده المهم ارجع مرجوعي تاني للام اللي موقفه البنت وبتديها في جنابها وبتعرفها اخطاها عارفه والله عارفه انا زهقت من نفسي أنا قرفت البنت بتقول أنا قرفت أنا أنا شخصية ضعيفة فأنا شخصية ضعيفة والإحساس بالذنب بيقتلني بيقتلني بيحسسني إن خلاص مفيش فايدة زي الكلمة المشهورة بتاعت الأمهات والآباء قلبي وربي غضبانين عليكي إيه الكلام الصعب ده إيه الكلام الصعب ده ومش هتردي للجنه لان ال 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 انا ام وطالما بتعامليني بالطريقه دي ده استخدام سلطه دي مش تربيه انا مش بعيب على الام انا بقول ده استخدام سلطه مش بعيب على الام ده استخدام سلطوي والاستخدام السلطوي ما بيصلحش مع الشباب الشباب بيكسروا القواعد مش هنبقى يعني لنا في في الله تبارك وتعالى الـ الـ الاسوه والعبره ان باب التوبه مفتوح يا اخوانا ده اللي قتل 99 وكمل 100 اتقبل فايه اللي ممكن يعني الخطا الباشع الذي تقع فيه البنت بعد قتل التسعة 99 وال 100 نفس كمان خلاص وقبول الله تبارك وتعالى ليه وقبوله معناها ايه يا اخوانا؟ ده معناها إن ربنا ساعده في أن يتولف مع نفسه يعني خلاص بقى يعني إيه يرضى عن ذاته الحمد لله أنا ماشي في سكتي وأقوي نفسي بقى واحدة واحدة وأبتدي أروح للسكة الصح. لكن أول ما أشوف العيل أديله ما لذ وطاب من ألوان وثمار وحكاوي وعملت وسويت مش انت كنت بتكلمي البن الواد الفلاني ومسكتك فاكره ده انت وريتينا ايام سودة فاكره ساعه ما, ما ما فتحت عليكي الباب مره لقيتك بتكلمي بتهمسي لزميلتك انك انت بتحبي معرفش فلان ما معرفش ايه معرفش ايه معرفش ايه ايه الكلام الفارغ ده ايه الكلام اللي ناقص ده ايه الشكل البشع لتوجيه الاولاد في اتجاه مش ده ده اعتراف منك شخصيا انك يا بت ده مؤاسه مالكيش فايده. خلاص بصتي بصي بصي اعملي اللي انت عاوزاه. فتلاقي اللي بيتفلتوا من البيوت واللي بيقيموا علاقات سواء كانت شرعيه او غير شرعيه والزواج العرفي وزواج الدماء وزواج الصحبة وبعد كده نتكلم في أسس العلاقات لا باب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح غصب عن عنا لأنه بأمر من الله يبقى باب التوبة بتاعنا كمان مفتوح كأب وكأم وتفهم ان ابني لجأ ليا ابني لجأ ليا عشان يتوب عشان اقول له الوسيله المقنعه والطريقه اللي حل بيها المشكله دي مش يجي تعالى يا مزفت على عينك يا طول الوقت يا مكلفنا قد كده يا عاملنا يا ستي انا انا بقول انا انا غلطت وشربت سجاره الواد عنده 16 انا غلطت وشربت سجاره انت ما عرفتيش من بره انا اللي بقول لحضرتك انا رحت شربت سجاره خلاص فحضرتك بتديني الموشح الطويل ده ليه؟ بقول لحضرتك ساعديني في النقطه دي، شوفي هتعملي ايه في في اسمه ده؟ في المصروف، هتعملي لي ايه بقى؟ نظام وجدول، هتعملي لي كذا، هتعملي لي كذا، هتعملي لي كذا، هتعملي لي كذا. هتعملي لي كذا وبالتالي ال 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 ان احنا نبقى مساعدين لاولادنا انهم يتلموا ده اساس. اما يصل بالاولاد القدره على ان يقول لك انا بكرهك كاب يبقى انت نجحت كاب ان حتى الطاقه السلبيه اللي موجوده عند الاولاد بيطلعوها براحتهم ما ينفعش كده انت مخلي الولد واخد عليك وعامل عليك وبيقول لك بكرهك ومش بكرهك تعالى يا حبيبي قول كويس انك عبرت عن نفسك وبتكرهني قول لي بقى ايه مشاعر الكراهيه والسبب تعالى نقعد ما تشنكش. ما تحزنش يوم ابنك يقول لك انا مش مبسوط. نرجع لمرجوع عشان انا ما اعرفش وقتنا قدامه قد ايه بس هو يعني نرجع لمرجوع الثلث ساعة نرجع لمرجوع الام اللي عندها كورونا وابنها بيتصل عشان يطلب طلبات محدده خارجيه عشان تتصل هي وتهتم بغيرها من الامور الام جايه آه ودمعتين نزلت وماسكه نفسها بالعافيه وبتحاول تعبر عن ذاتها وعن نفسها بشكل واسع وكبير وقالت لي انا ما قدرتش اخلي ابني يحبني فقلت لها لا ده هو ابنك بيحبك بس في فارق ما بين انه بيحبك كأم وبيقدرك كأم بيقدر مجهودك انت الأم اللذيذه اللي بتدي بس ما فيش في يوم من الايام شعر انك بتعملي مجهود في سبيل الحصول على متطلباته. ابنك اما كان بيامر بيطاع واما كان بيعوز حاجه بتجيبيها له وما بتتاخريش عليها. اي حاجه يطلبها عشان يغير ماشي يجيب مجموع في الثانويه العامه مش كويس يبدا تخليه كليه من الكليات بمبلغ كبير وتكتشفي ان المبلغ ده مش مع باباه تبقى بتبتدي تولفي ما بين عمه ما بين خاله ده يساهم وده يساهم ونطلع مديونين في الاخر وهو الولد يعني رايح الكليه وراجع من الكليه بيؤدي فيها زي ما بيؤدي. يوم ما كان بيطلب حاجه ماديه كنت بتديله يوم ما كنت بت بت بيطلب لبس بتعمليله ما وقفتيش لحظه كده قدام اللي بتعمليه عشان كده هو اما تعبتي هو ما وقفش جنبك مش لانه ندل انت عودتينا على كده انت كبرتينا على كده انت كبرتينا وأنتي تعبانه بتقومي وبتعملي لنا اللي احنا عاوزينه اما كنت رجلك اتجزعت كنت بتقومي على عكاز وتعمل لنا اكلنا وشربنا وحاجتنا واما بنطلب اكل من بره الجانك فودز اللي هو على فكره جانك فودز بالترجمه اكل زباله يعني لا مؤاخذه يعني ما مني جانك فودز اكل زباله الجانك ده زباله فاهمني بس عشان تتصور اللي احنا بنعمله في العيال أه قلت لها لأنك أنتِ مفيش في يوم من الأيام طالبتيهم بمجهود يقوموا بيه عشان يحصلوا على اللي هم عاوزينه. هو عاوز يسافر مع أصدقائه، هو عاوز يخرج مع أصدقائه، عاوز يقف على الشارع مع أصدقائه. وفي كلفة معينة لكل ده لازم يبقى قدامها كلفة أخرى. الكلفة الأخرى دي تعب، نصب، اجتهاد وقوف جدعنة انت ما علمتهوش ده كله فوجد انه بيسعب على المكشوف وحضرتك بتغطيه بيطلب اللي يطلبه ويخطط مع اصدقائه واصحابه كل اللي حواليه ويجي في الاخر يعلمك وانتي مش قدامك الا انك تستجيبي وتقولي له حاضر ليه ابني حبيبي بعوضه ليه لاني انا مسؤوله عنه المسؤوليه مش مسؤوليه ماديه المسؤوليه مسؤوليه ادبيه عشان كده لما حضرتك جالك كورونا وترميتي على السرير في الاوضه مقفول عليكي اسبوعين سيادتك مخبطش عليكي ولا مره واستغربتي هو مخبطش خبطش ليه هل لي قلت اهميتي لا لأنه هو انت ما علمتهوش ولا دربتيه في اسس العلاقات الانسانيه ان في علاقه تبادليه خد في ام ما تنام بنت تقوم تعمل لها ليمون سخن وتحطه على الكوميدين جنبها وتقعد جنبها وتقول لها يا ماما اللمونة اهو يلا تعالي اشربي اعملي كذا 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 وفي بنت تانية ها يا ماما سلامتك لسه تعبانه وتخش وفي واحده ثالثه يا ماما يعني هناكل ايه النهارده يعني منتهى الاستفزاز يا ماما ناكل ايه النهارده ان شاء الله عنك مكلتي والمهم ان الام هي المفروض يتقلها كده مش الام هي اللي تقول لبنتها خلي عندك دم وحسي ما عشان كده كتير من الاباء والامهات بيقعدوا كده قعدات طويله عريضه جدا مع ابنائهم يعني الام يعني الـ 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 الولد زعلان من باباه ما 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 شدوا مع بعض او حاجه او بتاع او قاصص شعره ما عامل ازاي ولا عامل ايه ولا بتاع فتلاقي الام تقول له ايه يا ابني ده ابوك ابوك الله يكرمك ضحى بكتير من حياته يا ابني كان بيوفر اللقمه من بقه ليك والله كان بي بيجيب الحاجات اللي هي كانت بتعوزوها قبل الحاجات اللي هو محتاجها ده قدمكوا قبل كده كان ظهر واقف ومرضاش يروح للدكتور عشان التكلفه بتاعت الدكتور والادويه عشان انت كنت سخن ومعرفش ايه وبتاع والكلام ده ابوك ده يا ابني كان مشعوف في يوم اما كنت تعبان فيه وبيجري وبيعمل وبيتخانق وبيسوي في المستشفى عشان يقدروا ينقذوك ابوك ده هو اللي ذاكر لك ودرس لك ووقفك على رجلك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وعمل لك وتلاقي الام بتنفعل وتبكي ودموع بتنزل تلاقي الولد يرد عليها يقول لها انتوا عتزلونا بالقرشين اللي انتم صرفتوهم علينا نهار مطين ده انت فوق ده انت في تاني خالص هات الاتصال عشان الولد ده في تاني خالص استاذ محمد السلام عليكم استاذ محمد وعليكم السلام معلش يا دكتور بس حضرتك كان عندي مشكله كده بيني وبين زوجتي فانا كنت عايز حضرتك هو هو البرنامج اللي بتاع التربيه اكتر منه علاقات زوجيه يعني فلو حبيت حضرتك تقول اتفضل 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 حضرتك يعني انا زوجتي موظفه في حصلت مشاكل انا زوجتي من النوع العصبي مش بتستحمل اي كلمه حتى لو بهزار فمشي في لي البيت رحت اصالحها كذا مره يعني بتتعامل بتعالي وتكبر طيب شكرا خلاص للاسف الاتصال قطعي فاحنا ب... فاحنا ب... بنتكلم على الولد فين؟ في حته تانية خالص منطقه تانية خالص ده ده انتوا بتتكلموا على اللي عملتوه ده صاحبي الفلاني وصاحبي العلاني وصاحبي العلاني وصاحبي العلاني يخسر اقول ايه بس؟ والبنات نفس الكلام ده دوري كام انت دورك كام كده انت مش احسن من امهات كل الامهات بتعمل كده المقولات دي بقت تتقال والاب عادي الأباء كلهم بيعملوا اكتر من كده وبيتعبوا اكتر من كده عشان اسس العلاقات بايظه عشان انا مفاهيمي عن الاخذ والعطاء مش ما تحققتش ما اتعملتش في البيت. ما علمتش ابني انه اشوط له الكوره ويشوط لي الكوره. علمته بس اما برمي له الكوره بياخدها ويجري. ما كبرتوش عن سن سنتين. على فكره سن سنتين كده سن سنتين ده اناني شويه فلما تحدف له الكوره بيمسكها ويجري بيها آه يختفي بيها فما كبرناهمش. فأسس العلاقة طب والدتك تعبانة طب والدك تعبان حاضر 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 السوشيال ميديا دلوقتي بقت تطلع صور لآباء وأمهات في الشوارع أو في بيوت أو أب يموت في بيت لمدة أربعة أيام لحد ما ريحته تطلع ويكتشفوا إن مات لأن حدش بيسأل عليه أو 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 أو, أو ما إلى ذلك إحنا بنتكلم في فساد العلاقات لأن دي أساس العلاقات، أساس العلاقات قدوهات. أنا بلتزم بميثاق. ميثاق شرفي، عطائي، أدبي، أخلاقي. علاقتي مع أبنائي مش قدوهات، علاقتي مع أبنائي جهد بقدمه وجهد بيقدموه في سبيل إن إحنا نبقى أفضل. مش خلاص مش نجحتلكوا المقولة الشهيرة: أول ما تلاقي الواد يقول لك نجحتلكوا دي معناها إنه هيدخلك أما تكبر دار من دور المسنين يوم ما تتعب. ليه؟ عشان مش هيستحملك. أنا ذاكرتلك، نجحتلك، اتمرنتلك، رجعتلك. أه لا، أنت مش بتعمل لي. أه أنت فاهم غلط. ف... هات الاتصال لو في اتصال ماشي ام نور ايوه اتفضلي يا ام نور لو سمحت يا دكتور انا عندي بنتي داخله ثالثه ابتدائي ايوه وحاولت اتكلم معاها هي بتكذب بتخاف جدا وبتكذب يعني اقول لها لو خايفه من حاجه كدبتي عملت حاجه غلط قولي وانا مش هعمل فيكي حاجه وبتحلف وتقول انا ما عملتش وبتطلع هي اللي عامله مش عارفه اتصرف معاها ازاي اتكلمت معاها كتير جدا حضرتك هاديه كده زي ما بتكلمينا انا ساعات باخدها ما اتكلم معاها بالراحه لا انت انت في طبيعتك يعني العامه او البيت في طبيعته العام هادئ ولا يعني بنتعصب شويه مش لازم عليها يعني في امور تانية لا احنا البيت الجو كويس يعني هادي مفيش مشاكل مفيش حاجه الحمد لله طيب البنت واثقه من نفسها؟ لا هي تحس ان مش هاديه كده طيب مش يعني. لا علاقات مع زميلاتها اللي موجودين في المدرسه وكان ما فيش مدارس دلوقتي لا مفيش بس يعني بنت عمها قدها في نفس السن ومع بعض وكده طيب بس هي حضرتك بتقولي انها بتخاف عموما آه هي بتخاف يعني لو اتكيت عليها شوية ممكن لو لقيتني مثلا بضرب حد راح جارية مع إن الكلام مش معاها أصلاً ماشي حاضر يا أم نور حبلغ حضرتك إزاي تبنى العلاقة دي حاضر طيب أم نور بتسأل على بنوتة صغيرة البنوتة الصغيرة دي تالتة اه ابتدائي هي جابت الحلول والمشكلة نفسها إنها هو الكذب ثالثه ابتدائي يعني مفهوم الكذب هتلاقيه مفضوح يعني ما عندهمش الذكاء الكامل للكذب يعني لكن آه آه أول, اول اول اكبر سبب من الاسباب بيخلي اولادنا يكذبوا علينا هو الخوف الخوف انك تزعلي الخوف انك انت تتضايقي الخوف انك انت ممكن تمدي ايدك عليا الخوف انك وعدتي قبل كده انك هتبقي هاديه بس بتتنرفزي اما بتعرفي اخطائك تانيه. الطفل الخائف ده دا دايما اجتماعيا محتاج يتفتح اجتماعيا. ولما يتفتح اجتماعيا شويتين هيبقى عنده قدره على الاخذ والعطاء والمديه كده وفي الكلام وتفهم. واضح ان في قله نضج عند البنوته شويه في انها تبقى واثقه من نفسها فهي محتاجه ثقه شوف الادوات اللي ممكن تخليها مش واثقه من نفسها حضرتك بتقولي اما بتضربي حد بتجري هي ده معناها ان الثقه بالنفس مش موجوده معناها انها مرعوبه خائفه وبالتالي هي محتاجه علاقه هاديه مع حضرتك على طول وخليها تكذب وانت عارفه انها بتكذب وقولي لها انا مصدقك. وحسني العلاقه بينك وبينها اكتر وحفزيها وحطيها في اختبارات كتيره وشوفيها مع مرور الوقت البنوته دي هتحتاج وقت لان البنوته دي مهزوزه الشخصيه ومش واثقه من نفسها وكمان بتخاف فعمرها ما هتقول الصدق انت جبتي المشكله في, في حلها شخصية البنوتة ضعيفة لسبب ما ممكن الاحتكاك الاجتماعي ضعيف ممكن البنوتة محتاجة تلعب رياضة من الرياضات اللي تجرأها حبتين ممكن البنوتة محتاجة إنها تقرب منك أكتر فالكلام الهادي يبقى في الأيام وفي التوقيتات اللي هي تبقى فيها البنوتة حبة الموضوع يعني اه اتصل اتفضل أم عمار السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك دكتور؟ تمام الحمد لله أنا بحب أتابع حضرتك كتير وربنا يا رب يزيدك من علمك من علمه وفضل يا رب يا رب جميعا اتفضلي حضرتك أنا عندي ابني اسمه عمار عنده ست سنين هو ده أول أول طفل عندي م. فعمار يعني لما بيجي يعمل أي حاجة غلط مش يعني بيبقى صعب عليه ان انا انتقده يعني حتى لو النقد ايجابي او بالراحه او كده هو دي يعني ديت يعني مشكله كبيره عنده ان ان هو يكون غلط حتى مثلا في مره كان وقع وتعور كانت مشكله عنده ان انا اعرف المس بتاعته ان هو تعور يعني شايف ان هو طالما تعور يبقى هو كده مش شاطر او كده غلط يعني عنده مشكله ان هو يطلع غلطان في حاجه او ان هو مثلا مش عارف معلومه مش بيقبل النقد يعني بيسبب له مشكله فانا مش عارفه بقى ما هو يعني, يعني اسئلتي دلوقتي بالنسبه لـ لـ احنا طبيعتنا في في العلاقه بينا وبين عمار بما انه الاول بنوجهه كتير او بن بنحاول ان احنا آه انا بوجهه هو كبير آه او آه هو من هو صغير خالص آه آه كان عنده استعداد ان هو يستقبل مني الكلام والمعلومات فكنت, و فكنت بتدي له كتير توجيهات فكنت بتكلم معاه من امتى بقى بدأ يتغير ويتحول الى نقطة إن هو لو أخطأ ما بيبقى بالنسبة له دي حاجة سلبية من من حوالي ثلاث سنين ونص كده هو دلوقتي عنده ست سنين اه بقيت أحاول مثلا لما أن أنتقده أو أقول له على حاجة أقول له مش مشكلة يعني أنت غلطت ما فيش مشكلة بس أنا بحس إن نبضات قلبه بتعلى كده وبيتوتر وبيتضايق انت عندك اولاد تانيين؟ عندي ريان اربع سنين ريان اه اخبار ريان ايه لا ريان شخصيه على النقيض خالص ريان ما عندوش مشكله انه يغلط ما عندوش مشكله في اي حاجه دماغ يعني عمار ملتزم التزام تاني ريان دماغ في كل حاجه بقى <applause> حاضر حاضر يا ام وعندي مشكله تانية معلش اتفضلي انا بخاف عليه قوي على مين فيه؟ آه على عمار آه هو بيحب يتنطط يحب يجري مثلا في الشارع يطلع على شجره على اي مثلا كوم تراب كتير كده يحب انا بخاف عليه من آه من اي حاجه اي حاجه خالص وديت آه. حاجه مضايقاه مني مني طيب وبابا فيه وبابا بابا ايجابي جدا جدا معاهم هما الاثنين يعني ودي... زي ما يكون بيديهم مساحه وصاحب لكن انا اللي البط... متوتره جدا وطول الوقت خايفه عليهم عايزه يعني حضرتك بس تفهمني ط... طب... ان انا ابقى راسيه شويه في خوفي من ناحيتهم ايوه يعني ايوه هو بابا يعني انا مش اايده يعني بابا ما بيتعامل معاهم بيتعامل بنفس منطلق الخوف بتاعك لا دايما يقول لي سيبيه جرب خليه ينطلق مش تخافي بس انا من جوايا مش ببقى عارفه لا ابهات ايه ده ده احنا الواحد بيستمتع بابهات فعلا لا تمام انا مش قصدي والله يا غلطه والله كويس خالص حلو الاتصال ده بس كان بيغششوني في ال... انتوا بتغششوني اه اه اهلا آه وسهلا آه 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 ماشي يا ام عمار <applause> ماشي يا دكتور اتفضلي شكرا اول حضرتك وتخيل شكرا اه أنا أنا قلت الإخراء خدوا شهادات وبتاع فالراجل قاعد يقول لي اسأل في كذا واسأل في كذا. المهم يعني ب... عمار وريان عمار وريان عمار الطفل الأول الطفل الذي نتعلم فيه دائما الطفل اللي بنخاف عليه وبزيادة ليه؟ لأن أول الخلفة بنوجهه كتير فبنبني جواه حاجز خوف حاجز قلق حاجز توتر حاجز وهو بيعمل الحاجة بيبص في عينين اللي قدامه عشان يشوف إذا كان موافق ولا مش موافق وجه الفارس ريان أربع سنوات يعني فترة قصيرة الولد فروت يعني دماغ يعني دماغك ما بتقول اللي تقوله مش مهم اعمل اللي عاوزه فاهمني ما تشيلش دي شيلها ويعني واعمل ف... فناخد بالنا من نقطه معينه نقطه معينه ان فيه اختلاف في اختلاف جذري ما بين عمار وما بين ريان ريان احنا ادينا له مساحات الحريه او خدها بدراعه مساحات الحريه وهتلاقي عم ريان جذاب يعني جذاب للناس وبالتالي في في حاجات ايجابيه جدا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه بياخدهم ايجابيات من الناس عمار في حاله في حاله وده خطر كبير ان يبقى الطفل كده مقفل الطفل المقفل ده نخاف منه الطفل زي ريان اللي في معدته زي ما بيقولوا بنبقى عارفينه اللي في مصارينه عارفينه اللي جواه عارفينه عارفين اخره لكن عمار لا ثقته مهزوزه طالما هو بيتاثر بان حد يعرف انه هو اخطا يبقى ثقته أه مهزوزة والهزة ومن غير زعل يا معمار من خوفك انت فاكرة ان العيل لازم تقولي انا خايفة عشان يحس ان خايفة من الخطوة اللي بياخدها الحاجة التانية الاب بيربي اولاد فعلا اه الاولاد بي بيتربوا على الشجاعة والممارسة والرجري والتنطيط و و ويلعب ويجري ويعمل وخدي بالك ان هو انت من النوع اللي بتخاف فلازم يعني تقسمي لازم في مجهود بدني العمار طالما بيجري في الشارع كده منك وبيخاف عليك وبتاعه بتخافي وطبعا بتصرخي له كده كلمتين في في العض لازم رياضه لازم تعادلي خوفك حبتين انت مزوداها مع عمار بزياده وريان مطلعه على جتتكم بالبله خلاص فخدوا بالكم طالما احنا عندنا طفلين مختلفين يبقى اتبعنا سياسه تربويه هنا غير هنا. آه عمار محتاج ان هو تديله ثقه. اعمل تجاهلي ما تخافيش اجمدي ويخرج في لو في تدريب يروح تدريبات لو في نشاط صيفي آه في المدارس لو سمح بيها يروح يبقى موجود لوحده. لوحده لوحده مش لازم تكوني جنبه عمار مش محتاجك اوي بس محتاج ابوه ريان محتاجك اوي بس هو مش ريان مش محتاج ابوه لان هو الولد طالع متوازن بشكل او باخر اتصال اتصال موفق بتاع ام عمار و... و... و واللي قبله برضو موفق لكن حلو لا لا هي تتفصل عنه هي تتفصل عنه هي تروح عند مامتها يعني ام عمار تروح عند مامتها شويه وعمار يجي يقعد هنا معانا شوية. شويه فهو ده حاجه مهمه الخوف ما بنربيش الاولاد بالخوف الخوف مش بيربي الخوف عمره ما بيربي عمره ما بيربي والخوف مش علامه حب احنا فاهمين الحب غلط المهم في النهاية احنا قدامنا قد ايه؟ خمسة، طيب يبقى الأسس في العلاقات بتبنى من دلوقتي بتبنى من عمر عمار وريان بتبنى من 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 سن خديجة أو سن ابتسام أو 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 أيا ما كان العمر السني اللي موجود لكن في النهاية احنا عاوزين علاقات متوازنة ما طلعش عمار ثقته بنفسه ضعيفة. لازم يرجع لي في كل صغيرة وكبيرة. هيطلع راجل ازاي؟ هيقدر ياخد موقف ازاي؟ هيحل مشاكله ازاي؟ فالجانب الخائف ده يبتعد يبتعد بكليته عشان ما يأثرش بالسلب. أتعامل مع الولد؟ آه أتعامل مع الولد لكن بخاف ليه؟ ما ريام عامل الدنيا البحر طحينة. والحياه ماشيه ولذيذه وظريفه وزي الفل ومبسوط وسعيد والكلام ده وخدي بالك كل ما ريان بيظهر كل ما عمار بيطفي ودي نقطه لازم تاخدي بالك منها ان عمار نفسه يعمل زي ريان بس مش قادر خوفا منك وخوفا من الخوف اللي انت اديته له علامه تبنى العلاقات فاكرين قصه الام اللي كان جالها كورونا اسبوعين وابنها ما سالش أه بنقول عليه ابن جاحد مش كده او ابن أه بيحب نفسه اناني أه السبب كان فيه الام للاسف مش الولد احنا لازم نحط اسس وقواعد وقوانين جنب الحب احب اه لكن في اسس وقواعد وقوانين عشان كده أه الحب ليه شروط وقواعد وخصوصا مع الاولاد أه من الاشياء المهمه إن أولادنا يحسوا بتعبنا، مش عيب إن احنا نقول إن احنا مزنوقين، مش عيب إن احنا نقول إن احنا في أزمة، مش عيب إن احنا نقول للأولاد إن مرتب بابا قلل النص في الفترة دي فلازم تقل طلباتنا للنص، مش عيب إن احنا نخلي الأولاد يمسكوا المصروف، كل طفل على حسب العمر السني ياخد فترة مثلا يومين ثلاثة ويبتدي يجيب ويوزع ويرتب ويشوف مش عيب إن اما نخرج خروجه نحدد مبلغ معين ونديه للولد عشان يقدر يتعلم ازاي يتصرف او ازاي يتكون. شكرا على وقتكم جدا يعني يعني انا يعني سعيد. والله يعني انا مش عارف يعني الجو الاسري الموجود في القناه عامه وده كلام لا اتشدق بيه يعني ومش هاخد من وراه طائل يعني. بيخلي الواحد جاي وهو حابب ان هو يتعامل مع الاسره الاكبر المجتمع المجتمع الكبير بتاعنا يا رب الكلام اللي عندنا ده ترتبوه ممكن يطلع مني مش مترتب بس انتوا هترتبوه وهتحسوه وكله في الصالح يوم الجمعه الجايه ان شاء الله اشوفكم على الساعه 10 ان شاء الله اذا كان الميعاد ان شاء الله هيبقى قائم اترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته